متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، احييكم باجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد اشواطي صباحي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالثنايا الابكار المحليات الاصايل، وبداية الجولة الثالثة لهذه الانطلاقات وفي هذه التحديات المثيرة والرائعة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط منذ البداية. نتابع سلهود لسعيد بن صابر بن سعيد الكتبي، تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني الشاهينية لمحمد بن حمد بن حميد الدرعي يتقدم على مستوى المركز الثاني، ومع المركز الثالث داتي الشايبة لحمد بن علي بن حمد الدرعي يتقدم على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، تاتي غاية لعلي بن عتيج بن خفية الكتبي متابعا للتقدم غاية على مستوى المركز الرابع. وخامس الانطلاقات، خامس التحديات، بنت بعقال لمنصور بن محمد بن سهيل بالعرط الحميري، من يتابع بنت بعقال على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، مياس سالم بن ناصر بن خميس العمري، من يتابع مياس مع المركز السادس. وسابع الانطلاقات، رهني سلابه خليفه بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي، من يتابع، من يتابع تقدم سلابه مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات، تصل همس لخالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، ومع المركز التاسع تتقدم الوثبه لسالم بدبيله بن حميد المنصوري، يتقدم ايضا بهذا الانطلاق على مستوى المركز التاسع. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي وصلت في هذه اللحظات بيان بشعر رغس بن طباز بالدوده العامري، من يقدم بيان على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجه والنداء الاول، النداء الاول للعشر المراكز المتقدمه بهذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. ولكن لنا عوده، لنا عوده مع الصداره والبدايه والمقدم، وارهني اللي تقود هذه الجموع وتنطلق بالصداره منذ البدايه، منذ البدايه بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير. ولكن الشاهينية اللي غيرت، محمد بن حمد بن حميد الدرعي القادم ايضا من القطاع الجنوبي بتحديات الشاهينية، ولكن الشايبة من تاتي على مستوى المركز الثاني، والتنافس الواضح، التنافس الواضح على المقدمة. الشايبة بشعار حمد بن علي بن حمد الدرعي أيضا تتقدم في هذه اللحظات بفارق طول إلى مقدمة هذا الشوط، ومع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع المتميز في هذه الأجواء الماطرة على أرضية هذا الميدان. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى الشاهينية لمحمد بن حمد بن حميد الدرعي أيضا يتابع، يتابع تقدم الشاهينية مع المركز الثاني. المركز الثالث أرهني سلهودة مع المركز الثالث بشعار سعيد بن صابر بن سعيد الكتبي، ومع المركز الرابع. الثلاث المراكز الأولى اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركات في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الرائعة، ومع المركز الرابع تاتي بنت بعقال منصور بن محمد بن سهيل بالعرطي الحميري، يقدم هذه السلالة على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات من الجانب الآخر، من الجانب الآخر يتقدم أيضا شعار بن بروك مع هذا الانطلاق المتميز اللي تقدمه همس خالد بن سعيد بن عبد الله
الشباب مبروك الحميري، ومع المركز السادس تاتي ايضا غايه لعلي بن عتيج بن علي بن خفيه الكتبين تابع المركز السابع، والتقدم لنشره محمد بن سهيل بن عويضان العامري متابعا لنشره مع المركز السابع. المركز الثامن تتسلل ايضا تتقدم بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المتميز الوثبه سالم بدبيله. سالم بدبيله بن حميد المنصوري من يتقدم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق الواضح على مستوى المركز الثامن. تاسع الانطلاقات تاسع التحديات، هملولة مع المركز التاسع لفلك شير شير محمد متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز العاشر المركز العاشر نتابع مياس سالم بن ناصر بن خميس العمري. هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، أكملنا ندانا الثاني للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن أرى هناك أيضا أسامي والشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية، ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، لنا عودة مع المقدمة، وأرهني اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط والشايبة الشايبة من تنطلق بهذا الاندفاع المتميز حمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي يقدم تحديات الشايبة وهي تندفع بناموس هذا الشوط. تباعد المسافة تغرد خارج السرب وحيدة منطلقة بهذا الانطلاق المتميز. نتابع المركز الثاني وأرى اللي وصلت في هذه اللحظات الشاهينية محمد بن حمد بن حميد الدرعي على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر سلهود سعيد بن صابر بن سعيد الكتبي متابعا لسلهود، مع المركز الثالث الكوكبة ثلاثية على مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الرابع والمجموعة القادمة التحديات لهمس خالد بن سعيد بن بروك الحميري يتابع همس مع المركز الرابع. المركز الخامس بنت بعقال منصور بن محمد بن سهيل بالعرطي الحميري، ومن الجانب الآخر مع المركز السادس تحديات النشبية للسيب بن مبارك بن هواش الأخيري تتسلل أيضا تنطلق مع الأسامي المتقدمة، ومع المركز السابع ياتي الشعار بن عويضان على ظهر نشرة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما انطلقنا مع المركز الثامن بأرة التقدم في هذه اللحظات والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام الوثبة سالم بدبيله بن حميد المنصوري يقدم الوثبة مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات هملولة لفلك شير محمد، ومع المركز العاشر القدوم من عجيبة السير بن حمد بن قذوة العامري تتسلل بأول ندى تتقدم مع المركز العاشر. بدت الأسامي في هذه اللحظات، والتدخل أيضا مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والتحديات على مقدمة هذا الشوط، وأرى هناك اللي تقود هذه الجموع الشايبة حمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي. من يقدم الشايبة؟ من ينطلق بتحديات الشايبة القادمة من ميدان الرقيعات مع هذا الانطلاق المتميز؟ تباعد المسافة بهذا الانطلاق، والمغادرة للوحة
2 كيلومترات. البواب مع هذا الانطلاق المتميز والخط المستقيم مع هذا الانطلاق المتميز، والشايبة تسيطر، الشايبة تسيطر على المقدمة مع هذا الانطلاق المتميز. حمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي، من يقدم؟ من يقدم الشايبة؟ المركز الثاني، المركز الثاني. نتابع سلهود لسعيد بن صابر بن سعيد الاكتبي، ولكن الأسامي القادمة، التحديات القادمة. نتابع المركز الثالث، أراهني الشاهينية محمد بن حمد بن حميد الدرعي. ولكن القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى الشعار بن عويضان يتقدم مع نشرة محمد بن سهيب بن عويضان العامري، تتقدم مع المركز الثاني، المركز الرابع من الجانب الآخر. تحديات، تحديات النشمية لسهيب بن مبارك بن هواش الخيلي. ومع المركز الخامس نتابع الشاهينية لمحمد بن حمد بن حميد الدرعي. المركز السادس تتقدم أيضا بنت بعقال لمنصور بن محمد بن سهيب العرطي الحميري، ولكن هملولة تصل، هملولة تصل مع المركز السادس، ولكن أيضا شعار بالصروخ ياتي مع الشاهينية. محمد بن سالم بالصروخ النعيمي تتقدم مع هذا الانطلاق المتميز، ولكن لنا عودة مع لوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، والشايبة تسيطر، الشايبة تسيطر على المقدمة. حمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط مع انطلاق الشايبة، ولكن أيضا أرابط بعقال مع المركز الثاني، مع المركز الثاني منصور بن محمد بن سيب العرطي الحميري، ومن الجانب الآخر النشمية للسيب بن مبارك بن هواش الخيلي، والتقدم مع المركز الرابع سلهودة لسعيد بن صابر بن سعيد الاكتبي. ولكن أرى هناك الشايبة تنفرد، تنفرد، غادرت بناموس هذا الشوط واللحظات الأخيرة. جولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، النشمية قادمة، النشمية واللحظات، اللحظات الأخيرة، الشايبة صامدة والنشمية تتسلل، تتسلل، تسلل باين وملحوظ، تنطلق بمقدمة هذا الشوط. النشمية، النشمية، النشمية في اللحظات الأخيرة انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة. سيب مبارك بن هواش الخيلي، سلام، سلام للعين، سلام، اسعدت صباحا يا آل البطين مع هذا الأداء المتميز اللي تقدمه النشمية. تهانينا لسيب مبارك بن هواش الخيلي ولحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني تاتي الشايبة حمد بن علي الدرعي، المركز الثالث سلهودة لسعيد بن صابر الاكتبي، المركز الرابع الشاهينية لمحمد بن سالم بن صروخ النعيمي، ومع المركز العاشر بنت بعقال، الخامس عفوا بنت بعقال بشعار منصور بن محمد بن سهيل العرطي الحميري. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول النشمية اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، وهدت سلامات هذا الشوط لأهالي العين بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 9 ثواني 5 أجزاء من الثانية. التهاني موصولة للسيب بن مبارك بن هواش الأخيلي على فوز النشمية بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول الشايبة مع المركز الثاني 13 دقيقة 14 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لحمد بن علي بن حمد بن سالم الدرعي، واللي وصلت مع المركز الثالث سلهودة تأتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 14 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن صابر بن سعيد الاكتبي، تهانينا للجميع والناموس.